مكالمات وفاكسات بتنهال علينا، ومعنا مكالمة من الإسكندرية. معنا مكالمة من الإسكندرية. مفيش مكالمة، حد يرد عليا. ألو ألو. أيوة اتفضل. أيوة اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكرك يا دكتورة. أيوة اتفضل، وطي التلفزيون. أنا أشكرك دكتورة هالة على استضافتك الله يبارك لك. أشكرك على استضافتك للأخت سهير البابلي. أيوة. نسأل الله سبحانه وتعالى كما إن شاء الله هداها أن يهديك أنت، لأن الله أنتم المقدمين والناس تنظر إليكم بأنكم قدوة. أيوة. وإن شاء الله بهذه الطريقة تكونون إن شاء الله قدوة. شكرا شكرا. والله هي مهديه واخلاقها عظيمه جدا، ربنا يبارك لها حقيقي. الله يخليك. يعني انا بقول عن تاريخ قديم وياها، يعني ست معطاءه جدا وقلبها زي الفل. ان الله ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى صوركم، بس احترموا صوركم شوي. بشكرك. ومعانا مكالمات اخرى، بس في معايا فاكس من الدوحه بتسالك الاخت امنه: ما هي حكمتك في الحياه؟ ويا رب تزورينا قريبا في الدوحه. فتقولي لامنه حكمتك في الحياه ايه؟ حكمتي في الحياه ان انا اعيش مستوره واعامل الناس حلوه قوي، وربنا يعني يسترها معايا الدنيا واخرتي، واخرتي قبل دنيتي ودنيتي قبل اخرتي، الدنيا اللي فيها معاش. حكمتي ان انا عامل الناس حلو، وان الناس تحبني، وان انا اشوف الناس الضحك على وشوشهم وانهم مبسوطين في حياتهم، يعني مستورين في حياتهم. مش عايزة راجل يبكي، مش عايزة واحد يبقى تقيل عليه اعباء الحياة. حكمتي كتيرة قوي، الحكمة الكبيرة قوي حكمتي ان انا عامل الناس حلو والناس تعاملني حلو، يعني كده حكمتك في العلاقة بين وحكمتي كمان عيش تقي تكسب العالم. العلاقة بين الرجل والمرأة في داخل الأسرة العربية، الأم وأبنائها، السلوكيات اللي هي انت شايفة انها اختفت من حياتنا، وانت بتشوفي انها ضرورية لحياتنا. يعني ده في حد بعت لك وردة شخصية، أمنة بعتها لك وردة من الدوحة. شكرا. ممكن اخدها؟ طبعا اتفضلي، كل فاكسات هتاخديها. العلاقات الأسرية داخل الأسرة العربية، ما هو السبيل انت في رأيك انها نقدر نحافظ عليها في إطار محترم و المحافظة على القيم والأخلاقيات، في على ضوء ما شاهدتي خلال الست سنوات الماضية اللي اختلطتي فيها بالناس ودخلتي بيوتهم؟ أنا بقول إيه، برضو يتقوا الله في أنفسهم. يعني المسلمين يقروا دينهم ويتعاملوا بيه، أهل الكتاب يقروا دينهم ويتعاملوا بيه، وإحنا عايشين هنا مسلمين وأهل كتاب، مسيحية ومسلمين ويا بعض من قديم الزمن كده، فهم الاثنين يقروا دينهم، يقروا ايه اللي لهم وايه اللي عليهم، في زوجها، في تربيه ولادها، في بيتها، الاول بيتها وبعدين هي، الاول بيتها وبعدين شغلها. عشان الحياه تستقيم المراه تنظر وتدقق وما تغرهاش الدنيا، لان الدنيا هي قد كده. بعديها فناء، مش فناء كمان، يا ريت فناء. بعديها عذاب، عذاب أليم. بس أنا بقول المرأة هي كل الدنيا، أنا في اعتقادي وفي اعتقاد العلماء والدكاترة والعالم كله والدين وأهل الدين، المرأة مش ثلاث أرباع الدنيا، ولا هي كل الدنيا، هي هترفع وهي هتخفض. مش كلام، مش شعارات يا عالم، اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اعملوا، يعني الله يحب العمل. اعملوا، اقرأوا، قل أنت، قل، مش حد يقول لك، انت تعمل، اعمل، مش تقعدوا في بيوتكم. ده في رجاله دلوقتي قاعدين في بيوتهم، مراتهم بتشتغل شغالات في البيوت او تمرجيات او 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 او, أو, أو يجيبوا لهم اكل لجوازاتهم، يجيبوا لهم سجاير، عاطلين مش عايزين يشتغلوا، وصلنا لكده.
طب يعني الحكاية اتقلبت ليه بقى؟ ما قلت بقى نسينا ديننا، لا نرجع تاني شوية شوية. بس كمان الإعلام له دور كبير جدا في أن التذكرة، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكريني. يعني حضرتك كنت قاعدة كده، لا يا سهير أنت قلتي للست دي كلمة ما يصح، أو أنت ذكرتيني، أروح أقول لها أنا أسفة يا أختي معلش سامحيني. ذكري واحدة عريانة ماشية في الشارع وعينين الرجالة خارجة تبص عليها وهي ماشية عمليه. طب وبعدين؟ طب وبعدين هتروحي فين من ربك؟ راحه فين؟ وبعدين يقولوا بيعتادوا عليهم في الشوارع، ما هو غصب عنهم، ما احترمي نفسك.